عايزه اسال حضرتك في نقطه حضرتك ذكرتها خلال الحديث، وهي الحلول ما بعد النزاعات او الاعمار ما بعد النزاعات. ازاي ممكن في الداخل الافريقي نحن نوجد حلول افريقيه للقاره الافريقيه؟ لانه طبعا كما هو الدائم والواضح الان في هذه المرحله انه في بعض الدول الخارجيه اللي بتحاول تفرض السيطره او النفوذ داخل القاره الافريقيه. ازاي تكون الحلول من الداخل ومن خلال التجارب المختلفه في الدول المتقدمه في افريقيا؟ ومصر ليها تجارب عديده، اذا كان في مكافحه الارهاب، ملف الهجره غير الشرعيه، الكثير من الملفات الاخرى. بالتاكيد انه التجارب فيما بين الدول الافريقيه و نجاحات كثيرة تمت في إطار مواجهة التحديات التي تواجه القارة على مستوى الأزمات، على مستوى كما تفضلتي انتشار ظاهرة الإرهاب وضرورة التكاتف والتضامن فيما بين الدول لمحاربة هذه الظاهرة، لأنه ليست هناك قدرة لأي دولة منفردة أن تطلع بهذا الدور. لكن الحلول الأفريقية أيضا نابعة من الثقافة ومعرفة الدول الأفريقية والشعوب الأفريقية بالعناصر اللي أدت إلى نشوء هذه الصراعات، وربما الحلول اللي هي تراعي في المقام الأول مصلحة الوطنية وأيضا مصلحة القارة في إيجاد حلول تتناسب مع احتياجات وتتعامل مع القضايا من منظور الإدراك لأفضل الحلول التي تؤدي إلى النتائج وتحافظ على استقرار وسيادة ووحدة أراضي الدول الأفريقية بعيدة عن النفوذ أو محاولة استخلاص مصالح دون التعادل في هذه المصالح مع الشركاء. في حالات الدول التي بتعاني من نزاعات بتكون الأوضاع السياسية والأمنية هشة، وبالتالي بتكون هناك فرص أكبر لنفاذ العناصر الإرهابية، العناصر الإجرامية اللي بتستغل موضوعات الهجرة غير الشرعية، أيضا ربما بعض النفوذ من قبل الأطراف الدولية اللي بتسعى لتوسيع رقعة وجودها وتأثيرها بشكل لا يتناسب مع المصلحة الأفريقية.